بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن استعدادات وزارة الموارد المائية للموسم الشتوي، وتوقع سقوط الأمطار والسيول القادمة من إيران من خلال هورد وحويجة، تقوم مديرية الموارد المائية في البصرة وبإسناد والتنسيق مع مديرية صيانة البصرة المراقبة المستمرة للسداد الفيضانية في عموم المحافظة، ومعالجة الكسرات التي تحدث في قضاء الفا والسيبة الناتجة عن المد البحري وحالة المد والجزر، كما وتستمر مديرية الموارد المائية في البصرة بحمل لرفع التجاوزات على ضفاف الأنهر ومحرماتها، وتم صيانة وتأهيل محطات الضخ والبزل والنواظر المنتشرة في عموم المحافظة بهدف الاستعداد التام للتعامل مع الإطلاقات المائية المتوقع ورودها. كما شاركت المديرية في تسليك مياه الأمطار وحماية الدور السكنية، وتم نصب مضخة متنقلة لتصريف المياه الأمطار الغزيرة في محافظة البصرة ناحية الشرش. رئيس مهندسين جمعة شيعة ضيدان مالكي، مدير الموارد المائية في البصرة.